السلام عليكم الحبيبات ديالي، نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وفي احسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم لي برودوي اللي كنستعملهم انا شخصيا واللي خديتهم من شركه ديال الفارماسي. برودويات اللي هما يعني كنستعملهم بشكل يومي، بحال اللي غير كنخرج وراكم عارفين ضروري خص شي حويجات اللي كنكون عندنا يعني نحتاجوهم يوميا. المهم الغزالات ديالي، سمحوا لي طولت عليكم بزاف، هادي شحال ما حطيت حتى شي فيديو، كان عندي واحد الظروف اللي هما شخصيه. اليوم ان شاء الله بعد غياب طويل جيتكم وجبت لكم ان شاء الله الجديد. ضروري اي وحده خص يكون عندها لي برودوي اللي هما كتثق فيهم، برودويات اللي هما زوينين كيما نقولوا تحتاجهم في كيما نقولوا يعني حاجات اساسيه ديالها. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله عندي هنا باك تاع الكلف اللي ديجا هضرت لكم عليه، كذلك كاين باك تاع مهم الشامبو، كاين مهم بزاف تاع التويشيات اللي نهضر لكم عليهم. هذه ان شاء الله كل حاجه نشرحها لكم. هنا كما كتشوفوا الكتالوج اللي انا كنبحث فيها الحاجه اللي كتهم لي، الحاجه اللي يعني اساسيه بالنسبه ليا. كاين بزاف نتاع التويشيات اللي هما زوينين، مثلا كاين صبيغه تاع الشعر، كاين لي باك تاع رجال الزيت، كاين جيل اللي كيفيكسي الشعر، كاين لي روجاليف، كاين فوندوتا، لي بارفيم، كلشي زوين. كاين جهه تاع الدكتور تونا اللي تبارك الله غني بالتعريف، عنده داكشي بيو، عنده داكشي زوين كيف كتشوفوا، حاصل على واحد كيما نقولوا عنده دبلومات اللي هي كثيره تبارك الله عنده ما يقول، والحوايج اللي هما بيو كيما قلت لكم حوايج اللي هما زينين كنستنفعوا بهم بزاف، ما كيضروناش كيما كيقولوا الناس زمان الحاجه اللي ما نفعت ما ضر، حاجه اللي زوينه بلاص ما ناخذوا شي ماسكارا اللي ما كيما نقولوا ما عندنا فيها غرض ولا شي فونديتان اللي بغات بالعكس غادي تشوف لنا الوجه، ولا ناخذ حاجه اللي هي زوينه وبثمن حتى هو كيكون مناسب. كيما شفتوا هاد البواطه اللي ديجا هضرت لكم عليها، لا ماشي ضروري يعني هاد البواطه ولكن ضروري اي وحده كتكون عندها في واحد البواطه اللي كيما نقولوا كتجمع فيها الحوايج الاساسيه ديالها. انا كيما كتشوفوا هنا عندي فوندوتان القديمه تاع عفوا اكرون القديمه تاع فارماسي، كنت كنستعملها بزاف، كانت كترطب لي البشره ويعني كتخليها لينا عمل واحد الدرجه ما تصوروش، كانت زوينه بزاف ويعني عاد باقي لي منها واحد الكميه وكتعجبني خفيفه على في البشره، وكذلك كانت عندها حمايه من الشمس 50%. ورجعوا بلاصتها هاد الفوندوتان كما كتشوفوا الحجم تاعها اللي كبير وغتبقى واحد المده اللي طويله بزاف. الفرق كما شوفوا الفرق اللي هو شاسع جدا، الفرق بين هذيك وهذيك كاين فرق كبير بكبير. والبنات الحاجه اللي زوينه راه بنفس الثمن، يعني الثمن اللي غتخرجي بها هذاك غتخرجي بها هذيك. وشوفوا الكميه تبارك الله اللي زادوها كميه، يعني اللي تلاحظوها نتوما بعيوناتكم. هذا فيما يخص الاكرون البنات نتاع الشمس. ثاني حاجه عندي هذا الكريم نتاع اليدين، صراحه كيرطب اليدين غزال 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 نتاع الزيتون سون بارابين، وحاجه اللي هي كاليتي حاجه مضمونه، فيها 75 مليلتر كما كتشوفوا حاجه زوينه اليد. نتمنى البنات كاملين تجربوا هذا الكريم ضروري، حيت صراحه زوين وكيرطب، وكما كتشوفوا هاد الوقيته نتاع الجليد وهاد البرد يعني ضروري خصنا نرطبوا اليدات ديالنا، حيت صراحه الجليد راه فارعنا عندنا مشات لي حتى السميه البنات مشات السميه. عندنا البرايمر فيكس اللي كنديروه قبل الفوندوتان باش هكا كتكيس انا الفوندوتان في الوجه وكت كيما نقولوا تغلغل وما كتخليناش دوك القشور ولا دوك الباك ولا يعني كتدخل 100%. كاين اللي كتستعملها تحت هاد الفوندوتان كيما كتشوفوا، وكاين اللي كتستعملها تحت فوندوتان فيكس بالضبط، وانا البنات كنستعملها تحت بيبي كريم بالضبط يعني كل وحده وعلى حسب يعني كي كتستعملها. انا كتعجبني كنديرها مع بيبي كريم كيما راكم تشوفوا،
انا عندي البشره نتاعي دهنيه بزاف بزاف، كنديرها مع هاد البيبي كريم كتجيني زوينه، وكيما نقولوا الطب نطبيها في الوجه نتاعي كتجيني غزاله. نشكر راسي البلاص. المهم كاين عندنا ثلاثه الانواع. انا هاد البيبي كريم اللي كتشوفوها هادي كنستعملها انا، وبيبي كريم هادي الزوجه كنستعملها مع حفوان، هادي تعاملاتها كنوري لكم الانواع صافي. المهم هذه النمره زوج، وهذيك اللي وريتكم قبل النمره واحد، على حسب كل وحده وعلى حسب البشره نتاع وجهها. كذلك عندنا بارفان عندنا سينيورا. انا البنات صراحه ما كيعجبونيش لي بارفان، يعني قليل فين كنطيح بشي وحده كتعجبني. هذه سينيورا صراحه كنت خرجتها باش نبيعها، وفرازر حليتها نشم وعجبتني بزاف، فلذلك خليتها نحتفظ فيها لراسي. ما بقيتش باغيه نبيعها البنات، نخليها لراسي. عندنا ماسكارا اوبتيمال، احسن البنات احسن 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 ماسكارا جربتها من اللي راني ندير الماسكارات، والله يا البنات الى احسن ماسكارا هي هذه، زوينه بزاف، كتطلع شفار كما نقولوا شفره لحدا اختها، وكتعطي واحد الفوليوم اللي هو زوين وواعر. مهم انا البنات هذه التجربه ديالي. عندنا كذلك اكستري حتى هي يعني ماسكارا ثانيه واحده اخرى في 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 الكتالوج، ولكن انا كنفضل ماسكارا اوبتيمال. عندنا هذا الغوجاليف النمره 204، هذا البنات مات، وكاين البواطه عاوتاني غادي نوري لكم هنا كما كتشوفوا جميع الالوان. هذو البنات باللمعه، هذاك اللي وريتكم ماترك وعارفين يعني بدون اللمعه كيلصق، وهذا البنات يعني بزبده شيه عنده يعني زيتي في الشنايف ماشي مات، على حسب اللي ما كيبغيوش الجلوس اللي ما كيبغيوش الجلوس مات. كاين هادو يعني جميع الانواع الكولور عفوا. سمحوا لي البنات بحيت راني نسجل هذا الفيديو بالليل، فلذلك سمحوا لي راه فيها النعاس، مع ذلك قلت ضروري نسجل هذا الفيديو باش ان شاء الله نحطو للعزيزات ديالي اللي هذه شحال ما سجلت معاهم حتى حاجه. قلت لكم البنات مهم كما كتشوفوا كاين لي كولور على حسب البشره، راه البنات كل وحده واللون اللي كيجيها مع البشره نتاعها. كما قلت لكم هذا مات، وهادو كاملين كما نقولوا باللمعه نتاعهم زيتيين بزبده الشيه، كيرطبوا الشنايف وكما نقولوا ما كي يخليوش الشرقي، حتى نتاع المات ما كيخليش الشرقي. وشنو ماني نشرح لكم وصافي بالضبط. عندنا البنات القلم تاع العيون الحساسه، قلم اللي هو واعر، انا كنتحدى اي وحده دير هذا القلم وتغسل بالماء ويمشي لها، امبوسيبل يمشي لها بالماء هذا القلم، زوين بزاف كيبقى واحد المده اللي هي طويله. وصراحه انا ما كنستعملش هذه الطريقه، ولكن البنات اللي كيديروا ايلاينر، انا جامي درتو ايلاينر، كنديروا كحول فقط. كاين البنات اللي كيديروه ايلاينر كيخرج لهم غزال حتى هما يعني كيشكروه. كما شفتوا البنات هذا لاكم اللي كنت ديجا شاركتها معكم في القناه ديالي، اللي بغات ترجع تشوف الطريقه اللي كنستخدم اللي خدمت بها. المهم راه كاينه في القناه. هذا لاكم البنات انا على حسب الكلف، كنت حامله وكان فيها الكلف بزاف وكنت نستعملها. فيما يخص جيل انتيم البنات كنستعمل هذا سنسولفات بارابين، مهم خالي من المواد الكيماويه اللي تضرنا ديك المنطقه الحساسه. كما كتعرفوا المنطقه الحساسه يعني خصها شي حاجه اللي بيو، حاجه اللي غتحافظ لها على كما نقولوا تحافظنا على ديك المنطقه. زوين بزاف البنات، ننصحكم تجربوه. عندنا احسن 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 بلسم للشعر، واللي بغات ترطب الشعر ديالها البنات ننصحكم 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 بهذا البلسم بالضبط. كيرطب كما نقولوا كيملأ الفراغات وكيحافظ مع الزغبر واحد الدرجه ما تصورهاش. عندنا الشامبو تاع الثوم 500 مليلتر البنات، دوشوا تعاودوا ودوشوا تعاودوا وما يكملش، يبقى لكم كما نقولوا سلف نونجا. عندنا هذا كنستعمل البنات البنيته ديالي حتى هو زوين، كيرطب لها الشعير، وبالنسبه لهني ما كيخليش القشره، وزوين كيعجبني في الشعر بعدا تاع بنتي. انا ملي بديت نستعمل هذاك ما زدتش بدلته. عندنا هذا الجيل البنات تاع اليدين،
زوين وانت الارغان والقهوه ارغان والقهوه كيرطبنا لي ما كنغسلش به بزاف بزاف يعني يوميا، ولكن مهم كنبغي نتهلا في اليديدات وعارفين يعني عندي مده معينه كنغسل به يديا، ولا خلاص الا بغيت شي حاجه يعني هكا خطفت شي حاجه يعني نعقم بها ولا هذاك راه حتى معقم ونفس الوقت يعني جالت على اليد. كما قلت لكم البنات هذه هي كما نقولوا البرودوي، هذا هما المستلزمات ديالي شاركتها معكم، ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو ونكون خفيفه ظريفه عليكم. شكرا لجميع متتبعي قناه خديجه الشلاوي من البدايه حتى النهايه، ان شاء الله يكون عجبكم هذا لا فيديو يكون فادكم ولو القليل. المهم انا شاركت معكم كما كتقولوا نتوما الروتين اليومي اليوميات ديالي شنو كنستعمل فيها. انا ماشي معشقه المكياج بزاف، ولكن المهم هادو هما المكياج اللي كنستعملو يعني الا خرجت بلا هكا، غير الا كانت شي مناسبه كبيره ولا شي عرسيه ولا شي حاجه اللي تستاهل اللي كندير داك المكياج داك الشيء تقيل، ما يعني الحاجه العاديه هي هادي.